السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا ان شاء الله كلكم بخير. قبل ما اشوف الفيديو ما تنسوش بقى تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما دايما بنبدأ فيديوهاتنا كده بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا ريت لو انت اول مرة تشوف القناة بتاعتي، انا رودي، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو انا بنزله يوصلكم. ويا ريت يا حبايب قلبي تحط لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو المرة دي لاكبر عدد ممكن من اللايكات. ربنا يا رب يكرمكم ويفرح قلبكم ويعزكم يا رب. النهاردة روتين جميل جدا، عملت لهم فطاير حلوة قوي الصبح، وعملت محشي وفراخ مشوية. وأول بقى ما قمت حبيت اللي أنا لقيت الشمس الحمد لله النهاردة الصبح حلوة قوي، فروحت مطلعة بقى البطاطين وكده الحاجات. يعني أنا يوم بطلع الحاجات بتاعة الأوضة بتاعتي في يوم، وأوضة الولاد في يوم طبعا. وفي الشتاء بقى لما بلاقي الجو طبعا مش كويس ما بطلعهمش، لكن عامة كده انا بحب اوي اطلع الحاجات في الشمس، وخاصة بقى في الشتاء. يعني بستغل بقى لو الشمس طالعة وكده بروح مطلع الحاجات على طول تشمس، وطبعا دي حاجة صحية جدا وجميلة. طلعت الحاجات في البلكونة على طول، ورحت على طول اول ما يعني اول ما بدأت على طول عملت اللي هو عجنت. يعني اي حاجة بكون هعجنها ببدأ الاول اللي انا اعملها الاول اعجنها، وبعدين اشوف انا هعمل ايه. عجنتها، حطيت دقيق على حليب. انا مش بعمل دايما بمقادير يعني، بس انت لو عايزين المقادير هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف. يعني لما بكون بعمل حاجة احيانا كده مش بعمل بمقادير، بحبش ان انا ارتبط بمقادير، لكن الكيك طبعا بعملها بمقادير. لكن لو هعمل مخبوزات او كده ببقى عارفة ان انا هحط ايه على ايه، ومش شرط ان انا اعمل مقادير. فانتوا والله يا ريت يعني تجربوا الموضوع ده، ما تعملوش الحاجة بمقادير خالص. اي عجين انتوا بتعملوه اهم حاجة بس بعد ما بتخلصوا العجينة بتاعتكم بتبقى كويسة، ولا هي ماسكة قوي ولا هي طرية، تبقى متوسطة كده بتبقى كويسة. عجنته وخلصته، بعدين سيبته بقى على جنب، وبعدين رحت على طول بقى عملت الفراخ عشان اتبلها. انا كتير بجيب الفراخ متبلة من هايبر، واكتر الاوقات بجيب وراك، بس احيانا بقى على اخر الشهر كده بيكون الحاجة اللي في الفريزر خلصت، فبحتاج ان انا اشتري فراخ من بره، فبجيبها بقى فراخ عادية طبعا ومش متبلة، فبتبلها انا بقى. وكانت في واحدة سألتني على الفراخ اللي انا بشتريها متبلة من هايبر كويسة ولا يعني نظيفة وكده ولا ايه. لا انا بص، انا بثق جدا جدا في هايبر، وبثق جدا في حاجاته، فبصراحة انا بجيب منهم على طول فراخ متبلة. حتى انتوا لو دخلتوا المكان بتلاقوا الحاجات اللي ما بيستخدموها نظيفة جدا وبتلمع كده ما شاء الله عليهم، فعلى طول بقى بجيب انا من هايبر كل حاجة، وببقى بثق فيهم بجد. انا هنا جبت الفراخ وهبدأ بقى ان انا اقطعها، اقطعها اربعات كده واحطها بقى في التتبيله. دايما يعني اول ما بقوم يا اما بعملها بالليل زي ما بقول لكم قبل ما انام، يا اما بعملها الصبح بدري قوي بحيث ان هي تقعد في التتبيله شويه حلوين. يعني كل ما الفراخ عندك بتسيبها في التتبيله شويه كتار يعني، والافضل من بالليل زي ما بقول لكم دايما، بتبقى طعمها حلو قوي وبتبقى طعمه جدا في الاكل يعني. فانا عملتها على طول بعد ما عجنت، قبل برضو ما اعمل اي حاجة. يعني الحاجات اللي انا ببقى عارفة انا هعملها ايه ببقى منظمة الوقت بتاعي، بحيث ان انا مبقاش طول النهار حاسة ان انا بلف حوالين نفسي وما بنجزش حاجة، بكون مفكرة من بالليل انا النهاردة هعمل ايه، هعملهم في الفطار ايه، هعمل مثلا الغدا ايه، وببقى لو في حاجة هتطلع من الفريزر بطلعها، لو في حاجة مثلا فطار يعني زي مثلا هعمل معجنات فلازم بروح على طول بدأ بيه. يعني زي ما شفتوني كده طلعت الحاجات في البلكونة، وعلى طول طلعت على المطبخ، يعني دخلت المطبخ عشان اعمل الحاجات دي. على ما بتكون بقى العجينة خمرت اكون انا خلصت موضوع الفراخ، وبرضو كنت جايبة كرومبة هعملها هسلقها، ما خدوش مني يعني نص ساعة، يعني يا دوب كان الفراخ قصدي العجينة خمرت وكنت خلصت. طبعا الفراخ بنغسلها كويس جدا عشان ما تبقاش زفرة معاكي. يا جماعة خدوا بالكم جدا جدا من موضوع الزفارة وغسل الفراخ، يعني في ناس بتشتكي قوي من الفراخ بتاعتها بتبقى زفرة، مهم جدا ان انت تغسليها بدقيق، يعني لازم الدقيق ده بيخلي ريحتها حلوة قوي
وبرضو بعد ما بتغسليها كام مرة كتير قوي بتروحي نقعاها في شوية خل كده بليمون وبتسيبها حوالي ربع ساعة، ما شاء الله اللهم بارك، بتنضف وبتبقى زي الفل. يعني انا هنا بقى هشيل كل حاجة. المهم بقى كنت عايزة اتكلم في موضوع في ستات يعني بتقعد تقول احنا طول الوقت هنفضل نشتغل، الواحد تعب وبتبقى قايمة كل يوم كده زهقانة، الواحد حاسس اللي هو فيه لود كتير عليه وكده. فانا عايزة اقول لكم والله لو احنا نوينا بجد يعني بقت نيتنا كده اللي احنا بنعمله ده ربنا هيدينا اجر عليه وكده، فهتلاقي نفسك مرتاحة جدا ومبسوطة ومفيش اي حاجة مزهقك. وبرضو عايزة اقول لكم كل حاجة بتتعمل بالراحة، يعني انت تعبانة النهارده مش شرط ان انت تقومي بدري، تعبانه النهارده مش عايزه تعملي اكل ممكن تشتري اكل من بره، يعني مش لازم كل حاجه تكون تمام يعني. فعادي او النهارده مثلا البيت مالكيش نفس تنضفي قوي، يعني يا دوب الحاجات البسيطه اللي انت هتعمليها عادي، الدنيا يعني ما سهله، الدنيا سهله، انتوا حاسين نفسكم خلاص لكم مزاج تقوموا تنضفوا بتنضفوا. وعايزه اقول لكم برضو طول ما انتوا على طول ايديكم في الشغل وعلى طول بتنضفوا الوقت مش بيبقى كتير معاكم في تنظيف الشقه، وكمان بتحسوا ان بيتكم دايما نظيف. ايه هنا انا تبلته طبعا، حطيت بصل وحطيت دبس رمان وحطيت صويا صوص وبرضو حطيت بقى كل التوابل اللي عندي، بتفرق جدا. كان في واحده قالت لي على توابل الشوي مش بتتحط على اللحمه او الفراخ لو هما مسلوقين او كده، عايزه اقول لكم التوابل الشوي دي انا بحطها على الجبنه، جبنه القريش او جبنه الفيتا، مش عارفه بحب طعمها جدا وبتبقى جميله. خلصت تبلتهم وبعدين دخلتها بقى التلاجة. وهنا الكرومبه دي انا كنت جايباها من بالليل، يعني كان الراجل معدي بالليل قوي، يعني كانت الساعه تقريبا 9 او كده، طلعت جبتها وطبعا كسلت ان انا اعملها بالليل، فقمت بقى الصبح اعملها. انا متعوده دايما ما بحبش ابدا اسلق الكرنب او اجهزه وقت ما اكون جايبه الكرنبه واسلقها كلها في يوم واعمل الصلصه في يوم وكده، بحب اسلقها في يوم وبعدين اسيبها مثلا في التلاجة او في الفريزر واليوم اللي بعديه اكمل. بس انا يعني كنت جايباها من بالليل فكسلت اعملها وقمت بقى الصبح عملتها على طول. هنا انا بسلق الكرنبه بحطها هنا في الحله عادي خالص ومش بضغط عليها خالص، بسيبها لحد اغطي الحله واسيبها لحد ما تطرى خالص وهي نفسها بتدخل في يعني بتدخل كده في الحله وبتبقى كويسه جدا. وبعدين يعني انا مش بحب اسلقه جامد، ناخد بالنا عشان لما تكوني انت بقى بتحشيه ما يبقى سهل معاكي يعني ما يبقاش صعب. هنا بقى انا خلاص بغسله طبعا تحت الحنفيه على طول، اطلع واحط تحت الحنفيه اغسل وبعدين بقطعه كده، يعني ما بياخدش وقت، ما بياخدش وقت والله الحمد لله يعني. وكمان ما شاء الله طبعا لازم تاخدوا بالكم من الموضوع ان انتوا تغسلوه، في ناس بتسلق الكرنب مش بتغسله بتقول هو خلاص اتغسل في الميه كده على النار، لا خدوا بالكم جدا اغسلوه كويس وبعدين قطعوه بقى. وكانت في واحده مره قالت لي انت ليه مش بتسلقي الكرنب كلها في الحله مره واحده بتبقى افضل وكده، صراحه انا جربت الطريقه دي لا تعبتني جدا ولقيت الكرنب مش بتتسلق كويس، فانا خلاص خدت على الطريقه دي، ماما دايما بتعمله بالطريقه دي وخلاص وانا واخده عليها ومش بحس بتعب ولا اي حاجه. انا كده خلاص خلصت الكرنب، غطيتها وسبتها بقى كده. وهنا خلاص العجينة كانت خمرت، هشكلها بقى دوائر كده وهعمل بقى المعجنات بتاعت النهاردة. ولادي فرحوا بيها جدا، عندي ولادي بيحبوا دايما اللي انا اغير لهم يعني في الاشكال وكده، وطبعا الاطفال كلهم بيحبوا اللي انت تغير لهم في شكل الحاجة. يعني انا المعجنات كل مرة مش بعملها بنفس الشكل اللي قبليه، بيفرق جدا، بيبقوا فرحانين ومبسوطين قوي، حتى بيخليهم ياكلوا يعني الحاجة. فانا هنا خلاص عملتهم دوائر كده متساوية تقريبا. وبعدين هنا حطيت يعني عملتهم زي ما تكوني بالظبط بتعملي بقسماط كده وهلزقهم من الجنب وعملهم بقى على شكل ضفيرة سهلة جدا زي ما بتعملي الضفيرة، هعمل تاني قدامكم عشان تشوفوها كويس. وبعدين بقى ايه بعملها دايرة واحطها هنا في صاجة كده، حط عليها ورق زبدة او ممكن تدهنيها عادي بزيت او سمنة عادي، يعني برضه هشكلها كده زي البقسماط. ولو حسيت ان هي بتلزق معاكي بتحطي شوية دقيق صغيرين مش كتير، اي معجنات بتعمليها ما تزوديش ما تحطيش دقيق كتير عشان تطلع معاكي بتلمع وشكلها حلو. برصهم كده وبعدين بلزقهم من طرف واحد،
وبعدين اعمل الضفيرة العادية اللي احنا بنعملها. شايفين؟ ما شاء الله سهلة جدا، سهلة، وفي الاخر بتبقى شكلها حلو قوي. هعملها كام مرة قدامكم عشان تبقوا شايفينها. ممكن تسيبيها كده ضفيرة كاملة كده، مش تعمليها دوائر، دايرة يعني، طبعا زي ما بتحبوا يعني. معلش انا هعملها كام مرة عشان في ناس بتبقى مش عارفة الطريقة قوي، فتركز يعني وتبقى تعرفها. خلاص كده انا عملت كل الكمية وحطيتهم كده على الصاجة، هغطيها بقى واسيبهم كمان شوية يخمروا، يعني بسيبهم كمان تقريبا ربع ساعة. برضو بقوم انجز يعني، اشوف انا هعمل ايه. دايما كده لما بكون بعمل حاجة مش بعود لها، بشوف يعني لو هقوم ارتب، لو هرتب اوضة واحدة وبعدين برجع تاني. هنا خلاص كانت ما شاء الله خمرت وحجمها تضاعف، وبعدين جبت هنا شوية حليب على نسكافيه، مش كتير قوي، ما حطيتش نسكافيه كتير المرة دي، وبعدين مسحتها بمسحة بسيطة. ممكن تحطوا حليب بس ده الافضل يعني، بلاش خالص صفار البيض، انا مش بحب ابدا احط صفار البيض ابدا. وعايزه اقول لكم في الاخر بيبقى اللون بتاع المخبوزات بتاعتك جميله جدا. وحطيت هنا سمسم عليها وحطيتها بقى في الفرن، طبعا عرف اللي في النص، وكنت مسخنه الفرن قبلها، وطبعا بعلي الفرن على الاخر وبشغل المروحه. هنا خلاص كانت طلعت ما شاء الله طريه جدا وجميله. عملت جنبها حليب بالشاي، وبعدين فطرنا الحمد لله وخلصنا كده. ولو كنت برضو عايزه اقول لكم حاجه، لو عندك المخبوزات اللي انت بتطلعها من الفرن نشفت معاكي، غطيها وبعدين هتلاقيها طرت معاكي جدا وبقت كويسه. فطرنا وخلصنا فطار، وقعدت شويه كده مع البنات، وبعدين قمت بقى عشان اعمل المحشي، اكمل المحشي. والله عايزه اقول لكم ما شاء الله يعني اليوم كان فيه بركه جدا، لان انا قمت الحمد لله بدري. فبحس بقى لما الواحد بيقوم بدري مش عارفه، انا بحس هو اليوم بيبقى يومين مش يوم واحد والله. فالحمد لله يعني انجزت النهارده وخلصت كل حاجه بدري. هنا خلاص زي ما شفتوا خرطت البصل وحطيت له الزيت وسيبته على النار على ما اكون عملت الخضره. بغسل طبعا الخضرة بقى كتير جدا، بنضفها الأول وبعدين بغسلها، وبرضه بنقعها في شوية خل صغيرين كده تقريبا 5 دقايق كده، مش كتير قوي، وبعدين بسيبها، هسيبها بقى تصفي وبعدين أخرطها. المهم عايزه اقول لكم برضو يعني خدوا بالكم جدا تنوي، يعني انت دايما كده احنا عايزين، انا بقول والله الكلام ده لنفسي برضو لان انا بنسى كتير بنسى، فاحنا عايزين قبل ما نبدا شغلنا ننوي اللي احنا بنعمل الحاجه دي وهناخد اجر من ربنا عليها، لان على فكره اللي احنا بنعمله ده حاجه جميله جدا. يعني احنا بنذاكر لاولادنا وبننظف بيتنا وبناكلهم، ده اطعام يعني، كل يوم انت بتطعمي اولادك، بتذاكري لهم، بتهتمي بيهم، شايفه مصلحه بيتك، فده كله كله اجره مش بيروح عند ربنا. بس احنا عايزين ناخد بالنا بقى اللي احنا نبقى بننوي، وهتلاقي بقى نفسك مرتاحه جدا وما انتش زهقانه، اللي انت كل يوم بتعملي يعني بتنظفي او كده كده. انا شوف زي ما شفتوني كده اللي خلاص البصل اخد لون جميل، حطيت عليه الصلصه وسبته خلاص كده. وهنا الفراخ ما شاء الله كانت قعدت فتره طويله جدا في التتبيله، حطيتها كده على صينيه يعني على شبكه، وتحتها صينيه فيها ميه، وبحطها بقى في الفرن. طبعا بشغل الجريل بس، الشوايه بس، وبعدين بقلبها كل فتره كده لحد ما خلاص بتاخد يعني بتاخد لون حلو من الجهتين وبتستوي. ما بشغلش من تحت خالص، يعني الناس اللي قالت لي طريقة يعني طريقة شويك للفراخ، انا بشويها عادي زي ما شفتوا التتبيلة اللي انا بعملها كده، وبحطها في التلاجة اقل حاجة 4 ساعات، دي اقل حاجة. فانت مثلا لو هتعملها من بالليل هيكون افضل، هتفرق جدا في طعمها، وكمان لما تستوي هتلاقيها ما شاء الله اللهم بارك طرية وجميلة جدا. وبس، وبعدين بحطها على الشبكة زي ما انتم شايفين كده، وتحتها صينية فيها مية وخلاص، وبقلبها كل فترة والتانية. بس اهم حاجة ما بشغلش من تحت، بشغل الجريل بس، الشواية بس. هنا خلاص انا خلصت الخلطة بتاعة المحشي زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى اللي انا احشيه، بحط دايما لما بكون بحشي بحط المحشي في الحلة من تحت، بحط دايما
زي ما انتوا شايفين كده الحاجات اللي بتبقى خضرة في الكرنبة، انا ببقى برضو سلقاها، وهي طبعا مش بتتاكل ولا حاجة، بس ده بيحافظ جدا على المحشي. لو المحشي حصل له حاجة يعني اخد لون مثلا، هيتحرق منك، فما شاء الله المحشي نفسه ما بيتحرقش. هي اللي انا حطاه في اللي تحت ده هو اللي بيحصل يعني لو في حرقة او كده، هو يعني اللي بيجي فيه الحرق، لكن المحشي نفسه بيبقى كويس جدا وبرضه بيحافظ جدا على الحلة كده. انا خلاص زي ما انتم شايفين كده انا قلبت الفراخ وكده، انا خلصت المحشي، حشيته كله في الحلة ورحت مسخنة الشوربة، وطبعا بحط الطبق ده عشان المحشي ما يفكش معايا، وبغطيه بقى واسيبه على النار لحد ما يغلي. اول ما يغلي بروح مهديه عليه النار يستوي بقى براحته، ما شاء الله مش هتلاقيه لازق معاكي. بعمله زي ما انتوا شايفين كده في الحله اللي استلس، ما بيحصلوش اي حاجه. وانا هجهز بقى السلطه. طبعا انا عامله فراخ مشويه فهتبقى معاها لو انا عملت سلطه طحينه، بس انا بصراحه جيت شفت في التلاجة لقيت السلطه خلاص خلصت الطحينه يعني، فعملت بقى سلطة خضراء وخلاص، واخدنا كاتشب جنبنا ومايونيز وخلاص. السلطة دي مهمة جدا، حتى لو انتوا عاملين اي اكل حطوا اعملوا سلطة جنبه. وطبعا تحطوا بقى فيها كل حاجة، يعني كل حاجة موجودة عندكم بتحطوا فيها في السلطة، بتبقى جميلة جدا طبعا صحية يعني. فنعود ولادنا دايما على السلطة، تحط لها برضو ليمون، لو هتحط لها زيت زيتون بتبقى طعمها جميل جدا، وطبعا حاجة مفيدة. كل ما تعودوا ولادكم على الأكل الصحي هيتعودوا وهياكلوا معاكم الأكل الصحي. بس كده خلاص أنا خلصت السلطة، وهنا المحشي قصدي الفراخ. أنا بعد ما الفراخ بتطلع معايا من الفرن بحطها في حلة وبغطيها عشان يعني تبقى طرية ما تنشفش مني. وكده خلاص المحشي كمان جاهز، وده كان يومي، يا رب يكون إن شاء الله عجبكم. باي باي.